قدمت بعثة حج القرعة بالمدينة المنورة تيسيرات كبيرة للحجاج منذ لحظة وصولهم إلى مطار المدينة. المزيد حول هذه التيسيرات يطلعنا عليها موفد التلفزيون المصري عبد الله بركات. بالفعل هناك تيسيرات كبيرة قدمتها بعثة حج القرعة لحجاجها بالمدينة المنورة، فمنذ لحظة وصول الحاج إلى مطار المدينة المنورة يكون هناك ضباط لبعثة حج القرعة للتيسير عليهم وتسهيل إجراءاتهم. بعد ذلك يتم توفير الحافلات التي يستقلها الحجاج ويوجد بها ضابط يقوم بعمليات تسكين إلكتروني للحجاج حتى يتسنى لهم عند الوصول إلى الفنادق تسكينهم بمجرد وصولهم في الفنادق المخصصة لهم. هذه الفنادق التي نراها في الخلفية هي فنادق قريبة من الحرم النبوي الشريف على بعد خطوات منه، بحيث تتيح للحاج الصلاة في المسجد النبوي الشريف الصلوات الخمسة، إضافة أيضا إلى زيارة الروضة الشريفة. زيارة الروضة هذا العام تختلف تماما عن الأعوام السابقة. نعرف أنه يعني خلال عامين توقف الحج لوجود جائحة كورونا. مع عودة الحجاج مرة أخرى لأداء المناسك هناك تطبيقات خاصة بزيارة الروضة الشريفة، وتطبيق اعتمرنا بيتم من خلال التسجيل من خلال ضباط البعثة الموجودين بالفنادق، يقومون بالتسجيل للحجاج، ثم بعد ذلك تقوم بتجهيز مجموعة من الحجاج أو وفود من الحجاج ويتم تفويجهم إلى الروضة الشريفة، يقودهم ضابط أو ضابطة موجودة بفنادق الإقامة. فنادق الإقامة أيضا موجود بأحد هذه الفنادق الموجودة بالقرب من الحرم النبوي الشريف، أيضا موجود غرفة عمليات، وغرفة العمليات تتابع على مدار الساعة حالة الحجيج، وإذا وجدت أي عقبات بيتم التيسير وتسهيل الإجراءات لهم. هذه التيسيرات أدت إلى وجود حالة من الارتياح الكبير بين حجاج القرعة المصرية نتيجة المتابعة المستمرة والرصد لحالاتهم ومن ثم التيسير عليهم، إضافة إلى وجود أيضا خدمات طبية موجودة داخل فنادق إقامة حجاج القرعة من خلال الأطباء الموجودين من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، يعني منظومة متكاملة أعدتها وزارة الداخلية المصرية من أجل التيسير على حجاجها الذين يتوافدون حتى هذه اللحظة إلى المدينة المنورة للإقامة بها على مدار أيام، ثم يتوجهون بعد ذلك إلى مكة المكرمة بواسطة حافلات بيتم تجهيزها لهذا الغرض تتوفر فيها كافة سبل الراحة، وهي مرتبطة أيضا بغرفة العمليات الموجودة للتيسير وتسهيل الإجراءات. وفي مكة المكرمة هناك أيضا ضباط موجودين سيتم استقبال هذه الوفود وهؤلاء الحجاج أيضا وتوالي عمليات التيسير حتى أداء المناسك.